السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد وفراخ جديدة. النهاردة بإذن الله يا جماعة هنطلع الفراخ من الفقاس. ده يعتبر تاني دور أو تاني دورة هنطلعها مع بعض. قبل كده طلعنا دورة وربناها مع بعض، إن شاء الله برضه هصورها لكم وهتنزل النهاردة. وده يا جماعة الدورة الجديدة أو الطبق الجديد زي ما أنتم شايفين أهو. تعالوا بقى نسمي الله، وقبل ما نفتح الفقاسة كده اعملوا لايك للفيديو ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. مبدئيا كده يا جماعة زي ما انتم شايفين ده بيض البط، انا حطيت دور بط اهوت. ده يا جماعة ده بيض البط، لان الدورة اللي فاتت بتاعت البط كلها مفيش ما طلعليش حاجة. يمكن في ناس كتير اشتكت برضو من نفس المشكلة ديت، بس انا معرفش بصراحة ايه السبب. فانا علشان كده قلت اجمع بيض البط واعمله كله طبق في قلب الفقاسه دي. وباذن الله برضو الناس اللي هي طلبت ازاي بتتعامل مع بيض البط في الفقاسه برضو اقول لكم يا جماعه ان شاء الله، واقول لكم انا بعمل ايه. يعني باذن الله كده همشي معاكم واقول لكم يعني في اخر كام يوم انا بقى يعني برش ميه وبطلعه بره والحاجات دي كلها، لان هو يختلف عن بيض الفراخ شويه. تمام. وده طبق اهوت، ده بتاع بيض الفراخ برضو، لسه لكم يوم كده ان شاء الله وهنزله ده. وتعالوا بقى كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الانتاج بتاعنا. دي تاني طبق اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين اهو ده يا جماعه. ده بصراحه بقى انا هقول لكم على حاجه، انا كنت خايفه قوي الدوره دي ما تطلعش. هقول لكم ليه، لان كانت الرطوبه كانت جت بصراحه كنت يعني كانت قلت شويه، او الزرار بتاعه كنت اتكيت عليها غلط، فالرطوبه كانت خرفت شويه، يعني كانت مخرفه شويه في قعدت يوم او يومين على الحاله دي. فانا قلت الطبق دوت مش هيطلع بصراحه، بس الحمد لله بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين طلع الفراخ زي الفل اهيت. اهي انا كنت فاقده فيها الامل بصراحه، انا كنت فاقده فيها الامل وقلت ده هو مش هيطلع، بس هو بصراحه في كام بيضه هم برده ما طلعوش نفس الدوره اللي فاتت، بس انا ما اعرفش ايه السبب. ده كلته نيجي 20 بيضه اهوت، حتى برده لقيت كتكوت منقر، هو دوت السبب في الرطوبه، بس مع ان الرطوبه مظبوطه دلوقتي بس مش عارفه هم ما طلعوش ليه. لقيت برضو فرخ منقر كلاته وميت في قلب البيضه من جوه. اشوف كده بقى، تعالوا بقى كده نسمي الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع القشر الاول في قلب كيسه كده. برضه اقول لكم على كام يعني نسبه الفاس فيها، لان كانت في ناس بتقول لي نسبه الفاس فيها قد ايه. نسبه الفاس فيها يعتبر حوالي 70%، لان في بيض كتير ما طلعش النبادي والدوره اللي فاتت. انا مش عارفه بصراحه، لان البيض اللي انتوا شايفينه ده كلته فيه ولده، يبقى هو اللي عامل رطوبه. في فراخ طبعا طالعه من امبارح، وفي فراخ طالعه النهارده اهو. كان في لسه برده فرخ كان هنا اهوت، والتاني شفته من بيضه هوريه لكم برده اهو. شايفين الفرخ ده؟ ده كان في البيضه برده ما كانش عارف يخرج، حتى اللي لو لاحظتوا هتلاقي القشر لزق على اهوت. يعني دي لو ما كنتش انا خرجته كان زمانه مات. دي البيض كلته بالشكل ده كده، كل البيض اللي ما طلعش يا جماعه بالشكل ده كده، بس هو تقريبا يعني ده قاعد في الرطوبه. انا هسيبها لغايه ما تطلع لوحدها. شايفين عامل ازاي؟ ده انا طلعته من البيض. حتى كان في فرخ برده فضل ينقر ينقر كده، وبعد كده لقيته ميت في البيضه. ده كده ده فضل برده يعني لقيته منقر كده، مقور مقور كده، وجيت اشوفه او جيت افتح له لقيته ميت في قلب البيضه ذات نفسها. بس هو دوت ده ممكن يكون يعني من الرطوبه، ده السبب اللي انا متوقعه. هنشوف بقى كده في كام بيضه ما طلعتش. ان البيض ده كلته كده نضف بس القشر كده، وبعدين انا هسوق برده يعني هسوق يوم كمان او يومين بالكتير. بعد كده لو ما طلعش هقوم شايلاه رميه. ده كلته في ولد، اللي انتم شايفينه ده كله في ولد، لان بسم الله ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين الديوب كتير، وعندي ما شاء الله البيض بيبقى مفصل. تعالوا بقى كده نشوف تعالوا بقى نشوف كده الفراخ اللي طلعت قد ايه.
هو المفروض انا عندي الطبق بياخد 76 بيضه، فتعالوا بقى كده نسم الله ونشوف كم فرخ طلع وكم بيضه طلعت بايظه عشان نشوف نسبه الفاس. لان في الناس بتقول لي نسبه الفاس فيها قد ايه، هقول لكم يا جماعه ان شاء الله يعني اما نعد كده مع بعض ونشوف الانتاج هنقول لكم نسبه الفاس قد ايه. دول كده اتنين اهوت كده اربعه، ده كده سته، كده تمانيه، ده كده عشره، اتناشر، اربعتاشر، ستاشر، تمنتاشر، عشرين، اتنين وعشرين، اربعه وعشرين، سته وعشرين، تلاتين، 32، 34، 36، 38، كده 40، 42، 44، 46، 48، ده كده 50، 50، ده كده 52. بسم الله ما شاء الله، شايفين الفرق دلوقتي؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين عامل ازاي؟ ده شبه الديك اللي الديك اللي يا جماعه اللي هي نور الفول اللي فوق دي اهو، ده كده هو ده بيبقى حلو يعني، محدش يقلق يا جماعه يقول لا ده مش هينفع، لا بيبقى حلو. لان كنت طلعت الدوره اللي فاتت واحد زي دوت وكان ضعيف كده، بس ما شاء الله دلوقتي بقى زي الفول. ده كده 53 كتكوت اهو زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف البيض اللي هو ده كلته بقى، هنشيل ده كده، ده كلته يا جماعه، ده البيض دوت ده اللي ما طلعش، انا هسيبه برضو لو نقر منه حاجه، نقر ما نقرش خلاص هرميه. ونكتفي قوي بال 53 كتكوت كده، نقول بسم الله ما شاء الله حلوين قوي اهو. ده كده هردهم تاني يا جماعه، وخلي بالكم بقى بعد كل دوره لازم القفص دوت يتعقم ويتغسل كويس جدا علشان الدوره اللي بعدها، لان باذن الله بعد كام يوم هننزل الطبق اللي فوق دوت ده ان شاء الله. انما بيض البط دوت بقى انا حطيت طبق كامل اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين، برده باذن الله هنتابعه مع بعض وهنشوف بقى يعني العيب بقى كان من الذكوره ولا العيب من ايه، وايه اللي خلى البط ما يطلعش الدوره اللي فاتت. تمام، وخلي بالكم يا جماعه الموضوع دوت لقيت اكتر من حد كان سائل قال ان عندي البطه ما طلعتش، فانا ما اعرفش بصراحه ايه السبب. تمام، تعالوا بقى كده نشوف الفراخ بتاعتنا. ده بقى يا جماعه الفراخ اللي طلعت لنا من الفقاسه، وده انتاج الفقاسه بسم الله ما شاء الله. انا معايا العلف اهو، ده انا عندي علف بدي تركيز 23%، فانا هحط لهم كده على اساس ان هم ينقروا، لان في كتاكيت كانت طالعه من امبارح وانا ما رضيتش اشيلها، قلت يطلعوا كلهم مره واحده زي ما انتم شايفين كده. انا هحط لهم لان الجو حر قوي بصراحه وما ينفعش ان انا احبسهم بعد دلوقتي، قلت اخرجهم كده ينقروا شويه ويشربوا شويه ميه وبعد كده هنحبسهم. وعلى فكره يا جماعه الناس اللي هي عايزه تجيب كتاكيت دلوقتي تصبر شويه بس على ما موجه الحر دي تعدي وبعدين تبدا تجيب، يعني ان شاء الله قدامكم بقى بعد العيد. الناس اللي هي جابت ماشي مش مشكله يعني، برده هتعرف تتعامل معاها بس مش مشكله. برده يعني اللي جاب واللي حابب يجيب، بس يعني لو عرفت ان انت تتعاملي معاهم في الجو دوت هقول لك ماشي هات، يبقى عندك المكان مثلا يكون جو طار شويه ما يبقاش حر كده، لان معظم الفراخ يا جماعه بتموت في الحر ده، اليومين الحر ده. ويا ريت الناس اللي هي بتسمعني وعندها فراخ بيضه مثلا في عمر الذبيح تذبح دلوقتي، لان الفراخ البيضه بالذات ما بتستحملش حراره الجو. تمام، لو انت مثلا عندك فراخ 30 يوم جايبه اوزان كويسه اذبحيهم، ما تسيبهمش اكتر من كده، لان الجو دوت قدامه كمان لاخر الاسبوع، يعني درجه الحراره ما تنطقش، وفي فراخ كتير يا جماعه بتموت الايام دي من حراره الجو. تمام، فان شاء الله الدفعه ديت هنربها برده باذن الله مع بعض. يعني انا بعرف اتعامل معاها بصراحه، اللي هيعرف يتعامل مع الفراخ زي او كتاكيت زي ديت يجيب، اللي مش هيعرف والجو هيبقى مثلا يعني حر او مش عارف يجيب يخليه بعد العيد. انا ان شاء الله الدوره اللي انتم شايفينها في قلب الفقاسه ديت ان شاء الله دي هتيجي بعد العيد. اللي حابب يستنى ويجيب بعد العيد باذن الله برده هينهض يا رب معانا. تمام، فانا سايباهم اهوت وان شاء الله انا ما عنديش محلول دلوقتي. انت زي ما انتم متعودين معايا ان انا دايما بستقبل الفراخ بتاعتي على محلول، فدلوقتي المحلول خلص من عندي، فانا ان شاء الله لسه هبعت اجيب، فانا ما ينفعش ان انا اسيبهم كده الجو حر عطشانين. فانا ان شاء الله دلوقتي هجيب لهم شويه ميه سكر، بس السكر يكون خفيف وهحط لهم يشربوا، بس انا مش هحط لهم بقى يشربوا دلوقتي الا اذا كلوا شويه كده الاول، لانه طبعا هم لسه على معده فاضيه. العلف دوت بادي كان عندي من الدوره اللي فاتت، كانت لسه شكاره، كنت انا جايبه شكاره كبيره ما شاء الله، كنت جايباها 50 كيلو، فالدواء الشكاره لسه عندي، فانا حطيته من عيال باذن الله الشكاره دي هتكفي الدوره ديت وتكفي الدوره اللي انا شغاله بيها باذن الله.
وبرضه باذن الله هصور لكم الدفعه اللي فاتت وهقول لكم برضه وصلت معايا لغايه فين. فكل دوت اللي هناك ده اللي انتوا شايفينه ده لسه طالع نايم بينعس على نفسه هو، ودوت برضه نفس الشيء ده برضه لسه طالع اهو، بس هو شكله حلو قوي، حتى البيضه بتاعته ما شاء الله كبيره، فتلاقي الفرخ كبير وحلو. هسيبهم بقى كده ينقرهم، وبعد كده هسيبهم بقى مش هحبسهم ولا حاجه. انا عندي كرتونه كبيره اللي كنت مربيه فيها الدوره اللي فاتت لسه موجوده، هحط فيها شويه نشاره وهسيبهم بقى، لان طبعا الجو حر قوي زي ما انتوا عارفين، ما ينفعش ان انا احبسهم يعرقوا مع بعضهم، يعرقوا على بعض. فانا هجيب الكرتونه وهسيبهم بقى، احط لهم برده فرشه نشاره واحط لهم الاكل والشرب، تفضل قدامهم طول النهار. عند بالليل كده هقوم قايدلهم النواسه، يكون مثلا الجو يعني بدا ان هو مثلا يعني يطر شويه، هقوم قايدلهم النواسه واسيبهم، مش هنغطيهم بقى ولا حاجه. تمام، الكلام ده كله يا جماعه انا بقول لكم علشان الناس اللي هي بتقول لي انا لسه جايبه فراخ وما اعرفش حاجه، بس اللي احنا بنعمله في دوره الفراخ البلدي برده هو نفس اللي احنا بنعمله في دوره الفراخ البيضاء. تمام، كل الخطوات واحده وان شاء الله، والخلاصات باذن الله هتبقى واحده. تعالوا بقى كده بنحط لهم شويه ميه علشان طبعا الجو حر، ما ينفعش ان انا اعطشهم اكتر من كده. ده بقى كده يا جماعه حطيت لهم ميه هنا زي ما انتم شايفين، الميه دي طبعا فيها ميه بسكر، بس انا بفضل يعني ان انا بستقبل على محلول، بس زي ما قلت لكم المحلول خلص دلوقتي، فانا قلت يعني احط لهم شويه ميه كده بدل ما احط لهم ميه سادة خالص ما فيش فيها حاجه، قلت احط لهم فيها سكر برده. السكر حلو يعني، السكر بيبقى زي الجلوكوز كده بيقوي الفرخ وبيقوي. انا دلوقتي بقى يا جماعه هسيبهم يشربوا وهسيب قدامهم الاكل، هو كده كده الجو حار، حتى لو انا سبتهم في المكان دوت مش هسيبهم اي حاجه، ممكن تسيبهم نص ساعه على الحد وبعد كده تحبسوهم لو انت ما عندكش كرتونه ولا حاجه، احبسيهم بس سيب الكرتونه مكشوف عليهم شويه علشان ما يعرقوش على بعض. عندك كرتونه سيبهم بقى، حط لهم اكل وشربهم وسيبوهم طول النهار بالشكل ده كده ما تقلقيش عليهم.